النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة لما والسلام. جرى من المنافقين ما جرى نعم. في إحدى الغزوات، في غزاة غزاها صلوات الله وسلامه عليه، حصل خلاف بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري، فقال الأنصار يا للأنصار، استنجد بالأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. الآن خلاف شخصي تحول إلى استنفار واستنهاض لجماعات أنصار ومهاجرين. سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة قال ما بال دعوة جاهلية، قطع النبي صلى الله عليه وسلم بذرة الشقاق والفرقة والنزاع من أولها، قال ما بال دعوة جاهلية، يعني ما الذي جاء بها، حتى ولو كانت بأسماء طيبة، يعني الأنصار اسم ممدوح في القرآن والسنة، والمهاجرون اسم ممدوح في الكتاب والسنة، ومع ذلك جعل اتخاذ هذه الأسماء والاعتزاء بها والاستنهاض بها لمعنى المفهوم جعله من دعوة جاهلية. قالوا يا رسول الله كسع فلان من المهاجر رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. سمع ذلك عبد الله بن أبي قال فعلوها، أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. شوف هؤلاء الذين ينفخون. النبي صلى الله عليه وسلم قطع المنازع وجمع الصف ونهى عن هذه الدعاوى الجاهلية، وقال دعوها اتركوها انها منتنه، لكن هناك من ينفخ في هذه الاحداث ليفرق. عبد الله بن ابي وهو من المنافقين قال فعلوها، والله لئن رجعنا المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قام عمر لما سمع مع مفهوم منه الاعز، من يريد بالاعز ومن يريد بالاذل؟ يريد بالاذل النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، والاعز يريد به قومه هو ومن سار وراء هذه الدعوه الجاهليه. قام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا انه ليس منافقا، اقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على وصف هذا الرجل بانه منافق، لكن قال دعه. لماذا؟ قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه.